إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله وحبيبه وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المكر والخديعة في النار، أي صاحبهما في النار. في هذه الليلة وقع حدث مخالف لمطالب الشعب الجزائري الذي خرج بقضه وقضيضه، كباره وصغاره، رجاله ونسائه، وعمت هذه المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والوقفات، عمت جميع أرجاء القطر الجزائري من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، كلهم على صوت واحد ووزان واحد، هو المطالبة برحيل النظام ورموزه وأركانه وأجنحته. وكانوا ينتظرون عموم الشعب الجزائري أن الأصوات التي تعالت هنا وهناك تطالب برحيل رموز هذا النظام، وكما أطلقوا عليه الباءات الثلاثة، فنحن لم نفاجأ بهذا، وقد قلنا منذ أزيد من 10 أشهر أن الشعب الجزائري لا يطالب فقط بذهاب رمز النظام، وإنما بذهاب النظام كله، لأنه أفسد في البلاد طولا وعرضا، ولأنه خلف صدمات نفسية وعقلية واجتماعية في وسط الشعب الجزائري. واليوم الذين ظنوا أن الأمور سوف يستجاب لها، وذلك باستقالة رئيس مجلس الأمة، غير أن هذا لم يقع. ونحن نقول لإخواننا من باب النصح والإرشاد: ليس هنالك جزائري واحد أو جزائرية واحدة في طول البلاد وعرضها إلا وهو يطالب بالأمن والاستقرار والسلام في البلاد، لأن الناس ليسوا مجانين، يحتجون ويتظاهرون ويرفعون الصوت ويطلقون الشعارات هنا وهناك، لكن الدافع الأساسي لهذا كله إنما هو في الحقيقة بيان إلى النظام ورموزه: أن قد سئمنا منكم
وأن هذه الوجوه ينبغي أن تنزاح من الساحة السياسية. هذا هو مطلب الناس، بسيط، وسلكوا مسلكا في الحقيقة أدهش الناس وأبهر العدو قبل الصديق. فإذا بهم اليوم يفاجؤون، وإن كانت عند العقلاء والفطناء والألباء الذين خبروا هذا النظام طويلا وعرفوا حيله ومكره ودجله على الشعب الجزائري منذ 62، وتعمقت أزمة البلاد في 92، لأن الكثير من الناس، حتى بعض رجال السياسة وبعض الإعلاميين، يقولون أن هذا النظام فاسد منذ 62، ولكنهم يتجاهلون المرحلة التي وقع فيها تغيير عن طريق الصندوق. فما كان من هذا النظام إلا أن داس صناديق الاقتراع، والذين اختارهم الشعب وانتخبهم كيف داسوا عليه بالدبابات وفعلوا الأفاعيل التي يشيب لها رأس الولدان. هذه المرحلة لا يقفون عندها، وهي التي عمقت أزمة البلاد، وهي التي عمقت أزمة الشرعية التي ما زلنا نتخبط فيها إلى يوم الناس هذا. ومن ذلك اليوم ونحن في أزمات وفي مشاكل لا تعد ولا تحصى. في هذه الليلة أحببت فقط أن أقول لإخواني وللشباب إن الطريقة إلى استرجاع الحقوق المهضومة والمغصوبة والمعتدى عليها والمظالم التي حاقت بالشعب الجزائري لا ترفع إلا بالصبر وطول النفس والسلمية ومزيدا من السلمية وحسن التدبير وعدم الجمود على اتخاذ الوسائل، فلا بد من استبدال وسائل بوسائل. هذه الوسائل السلمية ينبغي أن لا تكون على وتيرة واحدة. هذا هو الإبداع الذي نتركه للشباب ونتركه لإبداعاتهم. الناس يعطون الفكرة، ولكن الذي يبلور الفكرة والذي يحسن العمل بها وتطبيقها إنما هم الشباب، فهم أعرف الناس بعصرهم وهم أعرف من حيث تؤكل الكتف. الحقيقة بن صالح لو كان يستحي وفيه مزعة من حياة وفيه أنفة وشرف بمجرد أن رأى طوفان الشعب يصرخ يوم الجمعة وقبلها أن الشعب غير راغب فيه، لقدم استقالته من يوم أن سمع هذه الأصوات. ولكن بكل تبجح وبكل برودة أعصاب وبكل لا مبالاة، ها أنا ذا. هذا دليل على أن هذا ليس من صنعه، هذا من صنع الذين يتحكمون في النظام خفية. والسؤال المطروح،
عندما نجد قائد الأركان الذي قال لرئيس الجمهورية أنه لا بد أن تفعل المادة 102 فورا، بعد ساعة ونص قدمت، وأقول قدمت الاستقالة، وأنا أعي ما أقول، لأن الرئيس أقيل وفعلت المادة في جانب ولم تفعل في جانب. الجانب الذي فعلت فيه هو أن الرئيس استقال، هكذا ظهر بأن الرئيس استقال، كأن الرئيس كان صحيحا معافا يتكلم يمشي يقوم بشؤونه الخاصة والعامة على أحسن ما يرام، ثم قدم استقالة. والأمر ليس كذلك عند الشعب الجزائري، بل عند العالم بأسره. لماذا لم تفعل؟ يقال بالعجز الطبي. لماذا اختاروا الإقالة أو الاستقالة ولم يختار الإقالة بالعجز الطبي؟ لأن العجز الطبي فيه إجراءات أخرى، وفيه مناقشات وأخذ ورد ومعرفة العجز كم دام، وهذا يفضح العصابة بأكملها برمتها، بما في ذلك قائد الأركان، لأنه سيقال إذا كان الرئيس مريض وعاجز لماذا لم يتحدث الوزراء؟ لماذا لم يتحدث قائد الأركان؟ لماذا لم يتحدث السفراء؟ لماذا يتحدث فلان ولا فلان وفلان؟ وهذا في الحقيقة هو إدانة لهذه العصابة برمتها. ولكن العصابة ارتضت أن تضحي بجزء منها للبقاء على الأجزاء الأخرى، ريثما تتجدد وتأخذ نفسا آخر. وهذا ما تم اليوم، هذا ما تم اليوم، وهو أن رئيس مجلس الأمة بقي وخطب في الناس بكل صفاقة، والبروتوكول الذي كان مع بوتفليقة الآن راه مع بن صالح، وحبة اللي كان مستشار ما زال موجود، حبة القبي نفس الشيء ما زال موجود، ونفس الوجوه ما زالت، وبقيت دار لقمان على حالها. وأرادوا أن يأخذوا الشعب في اختيارهم هم لا في اختياره هو. لكن كيف يستجيب بن صالح للشعب، لأصوات الشعب بالملايين؟ كيف يستجيب؟ هو أصلا لم يصنعه، هو لم يختاره الشعب، اختارته الأجهزة وصنعته الأجهزة، فهو ابن الأجهزة، فهو لا يقدم حسابا للشعب الجزائري، ولذلك لا يستحي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأخلاق والشيم والمحاسن للرجال كان المفروض بمجرد أنه سمع هذا وسمع الأصوات في الجمعة في جميع الولايات أنه يستحي على نفسه ويقدم استقالته، حتى لو أغرقوه ذهبا وفضة من أخمص قدميه إلى شعرة رأسه. ولكن هؤلاء لم تختارهم الشعوب، ولم يكونوا في يوم ما في صف الشعوب، إنما كانوا في صف من صنعهم ومن أخرجهم إلى الضوء من الأجهزة الخفية. ولذلك سألني بعض الشباب: ما العمل بعد هذا التطور الذي حدث؟ العمل هو المواصلة في الطريق وعدم الاستعجال
والصبر والاحتمال. وقال لي بعض الشباب اليوم أنهم ضربونا وأهانونا وأهانوا الطلبة وهم العقل المفكر للشعب. يعني لما يضرب شرطي طالب فهو يضرب عقله. هؤلاء هم مستقبل الشباب، مستقبل البلاد. كيف يضربون وكيف يهانون؟ غاية ما في الأمر أنها ردة فعل تماما. واليوم خروج الناس هو رد فعل عفوي. ورد الفعل العفوي رأيناه متى؟ رأيناه في ثلاثة مواطن. رأيناه عندما رشح الرئيس نفسه للخامسة،